باللقاءات يقف بجانب الكابتن حسين عبد الغني قائد فريق النصراوي. نرحب فيك حسين، نقول لكم هارد لك بكل تأكيد، نتيجة ما كنتوا تتمنونها خسارة أمام الاتفاق باثنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، يعني نبارك لإخواننا في نادي الاتفاق ونقول لهم ألف مبروك، يستاهلون. انت عارف يعني يمكن المباراه يعني يمكن اول هدف تحديدا يعني يمكن لخبط شويه وضع المباراه تكتيك المدرب، بالذات انه جاء هدف، يعني يمكن انا بقول انه يعني اشبه بالبدايه، يعني كلنا نتحمله كلاعبين. يعني الحمد لله على كل حال، يعني انت عارف لما تتاخر يعني الضغط النفسي اللي احنا فيه في الفتره الاخيره، النتائج الغير جيده في الفتره الاخيره اكيد بتحطنا تحت ضغط نفسي، واي تاخر في اي مباراه اكيد طبعا بياثر على الفريق نفسيا يعني قبل كل شيء. حسين اسالك ايضا، انت وعدت الجماهير النصراويين ببطوله هذا الموسم، هل ما زلت عند وعدك؟ والله شوف انا 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 صل... انا تكلمت بس ممكن اتفسر الموضوع غلط، انا قلت انه النصر يصير يعني يصير وضع كويس، وضع النصر مطمئن، ما قلت ان انا نحقق بطوله، يمكن الناس فسروها، وانا يمكن هذا الحين يمكن تقريبا رابع مره انا اوضح الامور هذا، انا قلت انه وضع النصر الحمد لله، وانا ما زلت يعني عند راي يعني انه وضع النصر ان شاء الله مطمئن، بغض النظر عن الخساره، انت عارف ما في شيء بيتعدل في يوم وليله، انا شايف العمل الاداري الكبير اللي بتقوم به الاداره، اعضاء الشرف التفافهم، احنا كلنا حاسين بهذا الشيء، لكن انت عارف ما في شيء يتغير في يوم وليله، يعني يحتاج له وقت، بالذات انه الفريق داخل حاله نفسيه، يحتاج له فتره طويله على اساس انه يطلع منها، ان شاء الله باذن الله تعالى يعني ما نحاول نحن نطلع منها في الفتره الجايه هذه ونحقق نتائج مرضيه، اما ان انا اوعد ببطوله وش هذا ما اقدر اوعد ببطوله وش الا كنت ساحر، وانا ماني ساحر يعني، انا اللي قلت انه وضع النصر مطمئن. وانا عند كلمتي هذه قلت وقسمت بالله ان وضع النصر مطمئن، لان انا شايف الالتفاف الشرفيه حول النادي، الدعم من اعضاء الشرف الاداره، فهذا الشيء اللي انا بقوله يعني، وهذا الشيء اللي انا اكد عليه، وهذا الشيء اللي انا اطمن جماهير النصر، على الرغم من خسارتنا وعلى الرغم من الفريق ما بيقدم مستوى في الفتره الاخيره الشيء المرضي، لكن انا بقول لهم ان وضع النصر ان شاء الله مطمئن، يحتاج الوقت طبعا، يحتاج يعني يمكن الفتره، انا بقول ان شاء الله وما حتطول عوده النصر ان شاء الله باذن الله، حتكون قريبه باذن الله تعالى. اخيرا جمهوركم شو تقول لهم من كلمه؟ والله ما في شيء، يعني ما انا اخجل ان انا اكلم جمهور النصر بصراحه ولا اقول لهم شيء بصراحه، يعني انت يمكن اكثر سؤال محرج الان لي يمكن هذا السؤال اللي انت سالته، هو ايش نقول لجمهور النصر؟ بصراحه شيء مخجل انك انت تكلم جماهير بتحضر وبتساندنا في كل مكان، اليوم شفنا حضورهم المكثف على الرغم من نتائجنا ما كانت جيده، لكن نقول لهم الف الف شكر ان شاء الله، ونتمنى طبعا نتمنى ان احنا نرضيهم ونهدي لهم بطوله لانه بالفعل يستاهلوا، نتمنى بس انه الحظ صدقني انا بقول لك شيء، يعني احنا نتمنى نحقق بطوله للجماهير هذه، والله مو لنا انه للجماهير هذه، لانه وقفتهم معنا في كل مكان، نتمنى ان احنا نحقق لهم شيء. الله يعطيك العافيه، شكرا حبيب الله. كان هذا حديث الكابتن حسين عبد الغني قائد